بعد خروج المنتخب الكويتي لكرة القدم خال الوفاض من بطولة خليج 24، عبر عدد من المواطنين عن غضبهم وطالبوا بتصحيح الأوضاع. أنا شخصيا أشوفه أسباب كثيرة الصراحة، يعني شبدة وياك شخلي، أنت مجمع لي فريق كامل من فريقين بالكويت، أنا أبي تفعل قانون الاحتراف، ليمتى؟ أنت بادي من فوق وكل سنة قاعد تنزل، ليمتى؟ ليش عكس التيار؟ القوانين موجودة عندك، عندك أفضل خامات، عندك كل شيء، ليمتى يا حكومة ما تبين كرة؟ خلاص سكر الأندية وخلينا نقعد بالبيت ولا نتعب. ما كنا نتوقع أكثر من كذي، وللأمانة اليوم صدمنا ثامر عناد بالتشكيلة اللي دش فيها المباراة. أنا شخصياً وأتوقع كل الجمهور الكويتي انصدم جداً من التغييرات اللي سواها، مع أنه كان في استقرار فني، بس صدمنا اليوم، صدمنا وايد التشكيلة، صدمتنا. بدر مو جاهز، طلال فاضل مو جاهز، أنت قاعد تلعب لاعبين مو جاهزين، لما تبلش غلط أكيد هذه النتيجة بالنهاية. الخطأ بدأ يعني من أول مباراة، مبالغة بالدفاع بشكل كبير، يعني كأنك قاعد تلعب، مع احترامنا حق طبع الفرق المشاركة كلها، كأنك قاعد تلعب في 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 مع فرق تفوقك عددا وعدة في يعني مراحل كثيرة، مع العلم المستويات شبه متقاربة. أنا ما أحسس أفضل من منتخبات باجية، نعم أفضل من الكويت، لكن مش يعني بذاك القاب الكبير يعني أو البعيد. قتلنا بالجريمة جوزاك، ضيعنا معاه سنتين من غير معنى، ما حد استفاد منها، ولا لوم الكابتن ثامر عناد، الظروف جابتها بما أنه مساعد مدرب، بس الحمل الكبير يقع على الاتحاد وتفكيره وتخطيطه، هذا اللي جيناه بدورة الخليج، وأنا واحد من الناس شايفها تجربة صحيح مؤلمة، بس إن شاء الله نستفيد منها الكثير. كافي إهانة للفينال الزرقاء، اللي قاعد يصير إهانة. إذا مدرب يخاف من الجمهور ويختار على حسب رأي الجمهور والأشخاص، إن بين ثامر عناد إنزين مختار تشكيلة على حساب الجمهور، جمهور شنو قال نزل فلان فلان، مو قناعاته.